بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة 68 بعد المئة مع غزوة حنين والطائف مع الجزء الخامس من بين 13 جزءا. انحاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته فيهم أبو بكر وعمر وعلي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الذين فروا من المسلمين: إلي عباد الله، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد. ولم يلتفت منهم أحد إليه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل المشركين، يهجمه على المشركين، وهذا صورة من صور شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان العباس آخذ بلجام بغلته صلى الله عليه وسلم، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها يكفانها عن الإسراع نحو العدو. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه ودعاه قائلا: اللهم نزل نصرك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. والسلام عليكم.